ما نقرب شوي. لا لازم تتعود على اللقاءات وحتطلع معنا كثير، واضح انك نجم مشان نتمنى لك التوفيق. عبد الرحمن، نزولك ماذا قال لك بنات؟ النتيجة كانت لم تحسم بعد 1-0، لسه انتم في المباراة يعني، وبالتعادل حسمتوها. ايش كانت ابرز توجيهات لك انت شخصيا؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ثاني شيء هذا كل شيء مقدمه الجمهور الاتحاد اللي حضروا واللي كانوا متفرجين على التلفزيون. والله المدرب اني طلب مني بس يعني لعبني ورا مختار فلاتة، طلب مني اني العب واكمل معهم الهجمة. الحمد لله ربي كمل جهدي بهدف الحمد لله. كابتن، انت تسجل في مباراتين متتاليه وامام الهلال هدفين حاسمين، هذا الشيء ايش يعني لك انت؟ عبد الله ما يعني، هذا ما جاب مجهود لحالي فردي، جاب مجهود اللعيبه، اول شيء مجهود من الله سبحانه وتعالى ودعاء الوالدين. طيب عبد الرحمن، الفرحه اليوم يعني فرحه كبيره وتستاهلونها وتستحقونها، فرحه تحدي بينكم وبين الناس اللي ما راهنت عليكم كعناصر شباب، ولا لانك انت وصلت نص النهائي في مبا؟ لا ابد، شيء عادي، فوز ضد نادي كبير صحيح، لكن ما بنبالغ في الفرحه، ان شاء الله نوعد الجمهور، نحاول قد ما نقدر نوعدهم بكاس الملك. عارف الطرف الثاني في نص النهائي؟ المتقدر الفتح اخر الفتح حتكون صعبه ان شاء الله، ما في شيء صعب ان شاء الله، بنروح اللي سويناها اليوم ان شاء الله ما في شيء صعب. يلا ابو داحم قدامك مستقبل كبير ان شاء الله. الله يخليك، شكرا لعبد الرحمن الغامدي.